برنامج المداخلات بودي أن نعلمكم لهنا قال الدعوة العمومية تحرك تلقائيا بمجرد أن يشوف صورة بالفيسبوك فيها الحرب. نحن هنا اليوم بصدد تنظيم لقاء إعلامي تحسيسي هو وطني على مستوى كامل الوطن حول المجهودات المبذولة من طرف الدولة في توفير المواد ذات الاستهلاك الواسع وكذا التذكير كذلك بأحكام قانون الخاص بالمضاربة الغير المشروعة. مضاربة غير المشروعة قبل ظاهرة كورونا كانت مجرد أفعال منفردة، إلا أنه في هذه الآونة الأخيرة أصبحت ظاهرة كبيرة، مما استوجب على الدولة أن تضع استراتيجية للقضاء على هذه الظاهرة وأن تضع نصوصا أكثر ردعية، مما استوجب على المشرع الجزائري أن أفرد قانونا خاصا اللي هو القانون رقم 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، وأشرك فيه مجموعة من الجهات التي تسعى كل بدورها وبصلاحياتها للقضاء على هذه الظاهرة. الجرائم اللي نص عليها هذا الأمر تشدد في العقوبات وتدرج من العقوبات من 10 إلى 20 سنة إلى غاية 30 سنة حبسا، وعندما يتعلق الأمر بممارسة هذه الأفعال في ظل جائحة كورونا أو استغلال الوضع الصحي أو أي ظرف كانت يخص البلد يمكن العقوبة أن تصل إلى السجن المؤبد.